انتصر فريق أولمبيك مراكش لكرة القدم على ضيفه النادي المكناسي بهدفين لصفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بملعب الحارتي لحساب الدورة العاشرة من بطولة القسم الوطني الثاني. وتقدم الأولمبيك في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من نقطة الجزاء بقدم أمين ترافح ليتواصل بعد ذلك الكر والفر بين الفريقين لكن بدون تأثير على نتيجة المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم المراكشيين بهدف لصفر. الشوط الثاني عرف انضباطا تكتيكيا من جانب الأولمبيك الذي أغلق المنافذ على المكناسيين واعتمد على المرتدات لتعطي إحدى أكلها وتترجم إلى هدف من قدم البديل محسن أكدش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الطائع ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة بفوز الأولمبيك بهدفين لصفر. المقابلة اليوم اللي جمعتنا مع النادي المكناسي كانت مقابلة صعبة للفريقين لأن كلا الفريقين تيدوز واحد مرحلة فراغ كبيرة فحنا خلال أربع مقابلات ما دقناش طعم الانتصار ولو أننا كنا تنقوم بمقابلة جيدة ولكن كنا ترتكب أخطاء قاتلة في اللحظات الأخيرة من المقابلات ففي الأسبوع هذا حاولت أن نركز مع اللاعبين على العالم النفسي وعلى التركيز اللي يجعلهم يكونوا إفكاس في هذه المقابلة. نظن بأن الانتصار مستحق لأنه قمنا بعدة محاولات هذه المقابلة هذه يمكن أحسن مقابلة لعب الفريق خلال هذا الموسم. الحمد لله غادي إحنا في واحد الخط صاعدي وهذا الانتصار هذا غادي يعطينا واحد دفعة معنوية باش نجيريو باقي المقابلات بواحد النوع من الارتياح. ومن هذا المنبر تنشكر لا المكتب الموسمي ولا اللاعبين بدرجة أولى فاللاعبين قاموا بمجهودات جبارة و جو سوي تري فيير دونتريني ان جروب باغي لانه في الحقيقة لاعبين لا من ناحية الأخلاقية ولا من ناحية المتابرة في التدريب ولا من ناحية الاجتهاد فتنظن بأنني جو سوي تري فيير دونتريني ان جروب كوم سويا.